عادل إمام قاعد بيأكل وزير العدل جاتو في بقه وبيهزروا ويضحكوا ولا فارق معهم قانون ولا يحزنون. وده ملخص كلام المستشار مرتضى منصور حوالين أزمة فيلم الأفوكاتو اللي اتعرض سنة 1984. وبعدها قرر سيادة المستشار رفع قضية على الزعيم وفعلا كسبها وجاب كمان لعادل إمام حكم بالحبس. ولكن إيه اللي حصل بعد كده؟ وهل الحكم ده اتنفذ فعلا ولا لا؟ تابعوا بقى معانا الفيديو ده وهتعرفوا كل حاجة. القصة بتبدأ في يوم 1 نوفمبر 1983 لما تم عرض فيلم الأفوكاتو اللي كان من بطولة عادل إمام ويسرى وكان من إخراج رأفت الميهي. الفيلم بيتكلم عن محامي اسمه حسن سبانخ بيحاول يتعايش مع أوضاع السجن بعد ما خد حكم حبس لمدة شهر بسبب إهانته للمحكمة في قضية من القضايا. سبانخ بيعرف يعمل مجموعة من العلاقات مع المساجين وخصوصا تاجر المخدرات وبيلعب على كل الحبال وبيبدأ كمان في تحريك النظام القضائي على مزاجه. وبصراحة الفيلم نجح جدا لكن اتسبب برضه في مشاكل أكبر، وده طبعا نتيجة الاعتراضات اللي بدأت تكتر ضد صناع الفيلم والمطالبة كمان بمنعه لأنه فيه إساءة كبيرة قوي للمحامين اللي في مصر. ساعتها اتفق أكتر من 150 محامي ورفعوا فعلا قضية ضد الفيلم وطلبوا كمان بوقف الفيلم ووقف عرضه لأنه بيصور رجال القضاء والمحاماة بصورة مش كويسة. الحوار وصل ساعتها لعادل إمام ولما عرف إن في قضية مرفوعة عليه بسبب فيلم الأفوكاتو قال وإيه يعني؟ لو اتحبست مصر كلها تخرج مظاهرات تدعمني، وكبر دماغه من الحدوتة. بس اللي حصل بعدها مع عادل إمام ما كانش تمام. القاضي المختص بالقضية كان مرتضى منصور وشاف كمان إن الفيلم بيهين السلك القضائي في مصر وكمان بيهين المحاميين، وحكم بالحبس لرأفت الميهي ويوسف شاهين موزع الفيلم وكمان عادل إمام لمدة سنة مع الشغل وكمان كفالة 10,000 جنيه لإيقاف التنفيذ. بعدها الدنيا وقفت على رجله وبدأت بقى حملة كبيرة قوي للدفاع عن عادل إمام من نقابة الفنانين والناس اللي بتحبه، لدرجة إن الفنان رمسيس رسم كاريكاتير في حمار وماشي قدامه عادل إمام بيغني ما أقدرش أخلفك لإني عارفك تقدر تحط الحديد في إيدي. مرتضى منصور شاف الكلام ده واتضايق جدا واعتبرها وقتها إهانة لشخصه، وراح كمان مكتب وزير العدل عشان يقدم شكوى ضد رمسيس. وهناك بقى كانت المفاجأة الكبيرة، دخل مرتضى منصور مكتب وزير العدل ولقى عادل إمام قاعد وبيأكله الجاتوه في بقه. الزعيم قاعد وحطت رجل على رجل ومعهم فريد الديب محامي الزعيم، وده بعد ما أصدر المحامي العام لنيابات الجيزة قرار بإيقاف الحكم. طلع مرتضى منصور من مكتب الوزير وراح قدم استقالته وكتب في نص الاستقالة: السيد رئيس جمهورية مصر العربية، القانون في مصر لا يطبق إلا على الضعفاء والفقراء بينما غيرهم من الهلافيت والمتسولين فهم فوق القانون. صرح العدالة يهتز في مصر، فعادل إمام أهان القضاء ويحظى بالود من بعض القضاء، فأنا أستقيل من على منصة القضاء. بعدها بقى رفع مرتضى منصور قضية واتهم عادل إمام بأنه شتمه وخد عليه حكم بالحبس لمدة سنة. اتهمه كمان أنه كان عاوز يدفع له رشوة 1,000,000 جنيه في الوقت ده عشان يتنازل عن القضية وأنه يسيبه في حاله. الزعيم عادل إمام حس بالخطر ساعتها وبكى قصاد محمود السعدني وكمان صلاح السعدني وقال: أرجوكم خلصوني من افتراءات الراجل ده، مراتي وأولادي مش هيستحملوا. وفعلا حصل بعدها قعدة صلح اتدخل فيها الشخصيات العامة واتنازل مرتضى منصور عن القضية في مقابل ان عادل إمام ينزل اعتذار ليه في الصحف والجرايد وكمان يقطع الشيك ابو 1,000,000 جنيه.